احمد يا شقاطة. بالنسبة للترجي ثم في الشوط الثاني البداية كانت قوية هذه المرة، دقيقة الأولى وهفوة لا تغتفر من بن شريفية الذي مدحناه كثيرا في الجولات الماضية والذي خروج حارس المرمى بن شريفية يقع في المحظور ويونس محبوب يسجل خطا فادح من معز بن شريفية يذكرني بخطا المتلوتي في مباراة غانا، يعني الخطا المضحك اخطا بن شريفية امام يونس محمود. من فوزية يا واندوي للعودة في اللقاء، وحذري من داي، حذري من داي، ولا تعديل، التعديل، التعديل هفوة من حارس يا سابونتي.